جولة كبيرة النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي من محور المطارية محور رود الفرج مرورا بمحور تحيا مصر وتفاصيل ربط غرب القاهرة بشرقها، سير الأعمال عند المتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات. حضراتكم عارفين أنها بتتحول بالكامل المنطقة دي من طرق ومباني وكباري، توسيع الطريق الواحات. والحقيقة في عدة ملاحظات في هذه الجولة للرئيس، وكل جولة للرئيس بيكون فيها ملاحظات، اهتمامه بأدق التفاصيل حتى من خلال حواره مع المسؤولين عن هذه الطرق، إذا كان ملاحظاتهم هم عن إيه اللي ناقص المنطقة، الاهتمام بالتسليم في المواعيد، الاهتمام بالمناطق الجديدة وإزاي بتتبلور، وإحنا عندنا منظومة طرق جايبة فعلا من شرق القاهرة لغربها. ويمكن إحنا سمعنا بس في التقرير معظم طرق ربط القاهرة ببعضها البعض. خلونا نفهم أكثر، نستقبل عبر الهاتف الدكتور محمد صادق عوف أستاذ هندسة الطرق. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بسيادتك وسهلا المشاهدين. أبرز ملاحظات حضرتك على جولة الرئيس هذه المرة؟ أولا بداية لو اتكلمنا على المحور المطرية رد الفرج وأهميته في ربط شرق العاصمة مع غرب العاصمة، دولة طبعا شغالة بقالها 6 سنوات في المشروع القومي للطرق اللي شمل معظم محافظات الجمهورية. دلوقتي بدأ الاهتمام للطرق الداخلية داخل المحافظات وأهمها طبعا العاصمة محافظة القاهرة العاصمة الحالية. طبعا تطوير شامل حصل في حي مصر الجديدة وحي مدينة نصر ومعظم الأحياء. النهاردة احنا بنعمل محور جديد لربط شرق وغرب القاهرة، ده بالنسبة للمحور اللي بنتكلم عنه النهاردة. أما تطوير وتوسعة الطريق ده غير محور رود الفرج؟ لا يختلف عنه طبعا. محور رود الفرج ده هيكمل لغاية الضبعة في الساحل الشمالي الغربي، وهيأثر المسافة بين القاهرة ومرسى مطروح إلى حوالي 280 كيلو بعد ما كانت أكتر من كده. يعني المسافة بيننا وبين القاهرة وبين مطروح لن تتعدى 3 ساعات بالسيارة. لو اتكلمنا على طريق الواحات دلوقتي جاب تطويره وتوسعته الى 9 حارات مع تطوير جميع الحارات لتكون تقاطعات فرعه من خلال كباري وانفاق. واهميه طريق الواحات في هذه المنطقه اولا لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، زائد كمان طريق الواحات بيوصلني في المنطقه دي اول حاجه، بعد كده بنقابل واحه البويطي الواحات البحريه ومنها للواحات الخارجه والداخله اللي هي محافظه الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد النهاردة أصبحت تحظى باهتمام كبير جدا جدا من الدولة، وجاري حاليا إعداد مخطط استراتيجي جديد لمحافظة الوادي الجديد. هذه المحافظة اللي هتكون إن شاء الله المستقبل الأخضر لجمهورية مصر. دكتور بما ان حضرتك بتتكلم ذكرت المتحف المصري الكبير والريس كان ليه جوله في المنطقه دي والطرق اللي بيتم تشييدها حواليها، طبعا المنطقه دي اختلفت تماما ولسه هتختلف، والحقيقه في شغل جامد جدا هناك في هذه المنطقه نظرا لاهميه المتحف وتغيير كل مداخل ومخارج هضبه الاهرامات. تشرح لنا هذه النقطه تحديدا. اولا المنطقه السياحيه الاثريه بتاعت هضبه الاهرام هي الحقيقه كان ناقصها بس تطوير شبكه الطرق، هي فيها اماكن جاذبه للسياحه بشكل كبير جدا جدا، ولكن كانت المنطقه دي معروفه بالاختناقات المرويه، معروفه بالازدحام. اصبح النهارده بعد التطوير وتوسعه طريق الواحات وخصوصا الكباري اللي جاري انشائها، وفي كباري كمان اتفتحت وخلصت، سهل كتير جدا جدا للوصول لهضبه الاهرام والوصول الى المتحف الكبير. وكنت عايز بس القي الضوء في خلال دقيقه لو سمحتي لي على ما اهميه تطوير طريق الواحات حتى الوصول الى الواحات نفسها والوادي الجديد، لان فعلا الوادي الجديد النهارده اولا اهميتها اولا بتمثل حوالي 40% من مساحه مصر، لم تلقى اهتمام في الماضي بالشكل الكافي. دلوقتي احنا بنتجه لزراعه 1.5 مليون فدان اللي محافظه الوادي الجديد بتاخد منهم نصيب كبير، زائد مشروعات الطاقه الشمسيه المزمع عملها ان شاء الله في محافظه الوادي الجديد، وزائد ان المحافظه دي ان شاء الله هتكون هي زي ما بنسميها المستقبل الاخضر المستدام لمصر. اولا هتولد طاقه نظيفه للمحافظه نفسها وباقي محافظات مصر، زائد محافظه الوادي الجديد دلوقتي تم ربطها بمحافظات الصعيد من خلال بعض الطرق المهمه منها سوهاج الخارجه اللي هو جاري انشاؤه دلوقتي، وطرق ثانيه بعد كده بتربط بالمحاور اللي بتعدي النيل زي محور النهارده، في محور طملوط اللي اتعمل، وفي محور كلبشه اللي في اسوان، وفي محور نقاده قوس،
المحاور دي كلها ممكن نوصل من خلالها لموانئ البحر الاحمر وخصوصا ميناء سفاجه. فبالتالي احنا بنتكلم على شبكه تنميه متكامله تربط جميع محافظات الجمهوريه. اشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور محمد صادق عوف استاذ هندسه الطرق بجامعه حلوان. ويمكن اكتر سؤال يعني كان اكيد كنا بنساله مع بدايه العمل في شبكه الطرق في جمهوريه مصر العربيه، ايه فايده هذه الطرق للمواطنين؟ مش بس الفايده العايده علينا كدوله، وده اللي بيصب اكيد في مصلحه المواطن في المقام الاول، ولكن الحقيقه انه انا حسيت انه ده سؤال اكتر سؤال ممكن يكون اتسال لخبراء طرق في كل مصر وفي كل التخصصات المتعلقه بقطاع الطرق في مصر.